هجوم صاروخي يستهدف مطار مدينة بلغورود الروسية بعد قرار الترحيل. سوريون في لبنان لن نعود إلى جهنم. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها بتهمة ضربها واحتجازها. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. بعد ساعات على مقتل 11 شخصا بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية روسية بمدينة بلغورود، أفادت وكالة سبوتنيك بأن هجوما صاروخيا استهدف مطار المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد. الوكالة أشارت إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي في بلغورود المحاذية لأوكرانيا، لافتة إلى سماع دوي ما لا يقل عن 16 انفجارا قرب المطار، فيما أفاد حاكم المدينة بإصابة 3 أشخاص بجروح في القصف الأخير دون أن يذكر المزيد من التفاصيل حول ما حدث. تزامنا مع استئناف لبنان تنفيذ خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم الأسبوع المقبل، أكد عدد كبير من النازحين أن ظروف العودة ليست متوفرة حتى الآن، قائلين أنه لا توجد مناطق آمنة في سوريا. نازحون أكدوا للعربية نت أنهم لا يفكرون أبدا بالعودة لأنهم من المعارضين للنظام أولا، وفي هذه الحالة فإن رحيلهم يعني العودة إلى جهنم على حد وصفهم، وثانيا لأنهم سيجبرون على الالتحاق بالجيش من أجل القتال. وأشار النازحون إلى أن الوضع الأمني سيء لا يقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بل أيضا على مناطق المعارضة كإدلب. بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد حسام حبيب، اتهمت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد بالتعدي عليها وإجبارها على دخول المستشفى واحتجازها بداخله أيضا. وسائل إعلام محلية أفادت بأن النيابة باشرت التحقيق في بلاغ شيرين ضد شقيقها، مشيرة إلى أن حالة الفنانة الصحية صعبة للغاية، إذ إنها غير قادرة على الحركة بسبب إصابتها بالرباط الصليبي إثر سقوطها في منزلها، فيما لم يتم الاستقرار بعد على سفرها للخارج لإجراء جراحة عاجلة. وكشفت تقارير أخرى أن عددا من المحامين تواجدوا أمام المستشفى الذي احتجزت فيه شيرين بهدف إخراجها. في حادثة غريبة أثارت ضجة واسعة بمواقع التواصل في الجزائر، أقدم شاب على إحراق فتاة رفضت الزواج منه، ما أثار الرأي العام المحلي لإنقاذ الفتاة. وسائل إعلام محلية أوضحت أن الحادثة وقعت عندما كانت أستاذة اللغة الفرنسية ريما عنان تنتظر الحافلة للالتحاق بمدرستها، قبل أن تفاجأ بجارها الذي طلب الزواج منها سابقا يصب عليها البنزين ويشعل النار بجسدها محاولا قتلها، فيما أفادت تقارير بأن حالة ريما صعبة للغاية وسط محاولات عدة لجمع التبرعات لها وإرسالها للعلاج في الخارج. وفي خبرنا الأخير، حكم قاض في ساو باولو على شركة أبل بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف آيفون من دون شواحن. القاضي دان أبل بتهمة القيام بممارسة تعسفية، إذ إن الشركة الأمريكية ترغم المستهلكين الذين يشترون هواتف آيفون 12 وآيفون 13 التي لا تباع مع شواحن على شراء منتج لكي يعمل منتج آخر، فيما أتى هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين.